بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث. خصصنا حلقة اليوم حول زيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى الولاية الشمالية. بداية يسعدني ويشرفني أن يكون معي اليوم على الاستوديو ضيوفي الأكارم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بركات النجار. مرحب بك أستاذ بركات. مرحب عاصم، ومرحب بمشاهدي قناة السودان 24 على امتداد البث، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب بإذن الله. أيضا التحايا تمتد إلى المحلل السياسي الأستاذ محمود حمد خليل. رمضان كريم، مرحب بك أستاذ محمود معنا في برنامج مع الحدث. مرحب عاصم، ومرحب بكل المشاهدين والمتابعين، ورمضان كريم، والتحية لقناة السودان 24 والفريق العامل في البرنامج. نعم، إذن مشاهدينا الأعزاء، في زيارة استثنائية هي الأولى من نوعها لرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى الولاية الشمالية. لاقت هذه الزيارة ترحيب كبير جدا من أبناء الولاية الشمالية، حيث صدر قرار هام جدا وهو إلغاء سدي دال وكجبار. أيضا من القضايا الهامة جدا التي تم مناقشتها في هذه الزيارة ووضوح حلول لها قضايا التعدين والتعدين العشوائي بالولاية، أيضا قضايا النخيل وحوادث حريق النخيل المتكررة، أيضا لقاءات عديدة جدا من الدكتور عبد الله حمدوك بأبناء الولاية الشمالية، قوى الحرية والتغيير بالولاية، لجان المقاومة، أيضا المكونات الشعبية بالولاية الشمالية. بداية يعني نبدأ مع الأستاذ بركات. يمكن الزيارة كانت هامة جدا في توقيت هام جدا. أيضا لا يفوتني أن أذكر أن سعادة البروفيسور أمال محمد عز الدين والي الولاية الشمالية أيضا صرحت حول هذه الزيارة، وأكدت بأن هناك نتائج إيجابية كبيرة جدا حول هذه الزيارة. أكدت أن هناك نتائج إيجابية حول هذه الزيارة. أستاذ بركات، كيف تقيم هذه الزيارة؟ طيب، في البداية يعني دي مناسبة سعيدة نحن كأبناء الولاية الشمالية أن نعيد التحية والتجلة لأرواح شهداء الثورة السودانية وأرواح شهداء كدينتكار، شهداء الأرض، لأنه للمرة الأولى منذ أن اندلعت الثورة أو نجحت الثورة في إسقاط النظام السابق نشعر بوجود الحكومة بيننا بشكل فعلي وحقيقي. أعتقد أن الزيارة جاءت بالفعل في توقيت مهم وتوقيت مناسب، لأنه بعد اتفاقية السلام كانت الإيحاءات أنه الشمال ظل يلازم كثير من الإهمال وقضاياه مبعثرة، ولا يوجد جهة موحدة أو جسم موحد يتبنى القضايا تحديدا بعد تشكيل الحكومة الجديدة. فزيارة حمدوك في الأساس جاءت لتطمين الشمال بأن الحكومة تنظر لكل السودان بمنظار واحد، وتولي الشمالية وقضاياها أهمية كما تولي كل المناطق الثانية، والنظرة أن الشماليين هم يتحملوا كثير من أوزار الأنظمة السابقة وزيلت بهذه الزيارة، لأنه حمدوك وقف حقيقي على قضايا الجماهير مش عبر تقارير، بالعكس وقف عليها على أرض الواقع ونظر إليها وتناول. حتى في اجتماعه مع حكومة الولاية الشمالية في دونغولا كان حديث حمدوك تماما كحديث رؤساء اللجان الشعبية الخدمية، لجان المناهضة، لجان مناهضة السدود، لجان مناهضة التعدين العشوائي، كان نفس اللغة ونفس المناظر ونفس الحقائق. فده دليل على أنه حمدوك بزيارته حقيقي وقف على الأوضاع على أرض الواقع وتلمس المشاكل بواقعية وفي مناطق يعني. نعم، على أرض الواقع. نعم. إذن هناك قضايا عديدة جدا للولاية الشمالية تلمسها رئيس مجلس الوزراء. ويعني قبل أن نذهب في تفاصيل هذه القضايا الهامة جدا، دعونا نذهب إلى تقرير حول هذه الزيارة لنستعرض معكم هذه القضايا الهامة التي أخذت جانب كبير جدا من زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولاية الشمالية.
إذن مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بضيوفي على الاستوديو. كان هذا التقرير خاص بزيارة رئيس مجلس الوزراء للولاية الشمالية. نرجع إلى ضيوفنا في الاستوديو. أستاذ محمود أنت نقل لك يمكن أبناء الولاية الشمالية المنطقة النوبية تحديدا كان هناك مناهضة طويلة جدا إبان النظام البائد حول إقامة سدي دال وكجبار. يمكن استبشرنا خيرا بزيارة حمدوك إلى الولاية وأتى القرار بإلغاء سدي دال وكجبار في هذا التوقيت تحديدا. كيف ترى هذا القرار بعد المشوار الطويل من المناهضة ومن وقوف أبناء الولاية الشمالية خلف عدم إقامة هذه السدود؟ طيب بسم الله. بالبداية بما أنه حلقتنا الليلة عن موضوع زيارة رئيس مجلس الوزراء للولاية الشمالية، بدءا نحيي شهداء الثورة السودانية، هذه الثورة التي أتت بالسيد عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء، وكامل التحية والمجد لشهداء كيد التكار، شهداء الأرض، ولأسر الشهداء، وللجان المقاومة، وكل النوبيين الذين ساهموا في إيقاف هذه الجريمة. أنا بفتكر أنه قرار حمدوك بإيقاف قيام السدود هو انتصار للإرادة النوبية أو الإرادة الشعبية النوبية، هو مقاومة شرسة امتدت لأكثر من 20 عام. هذه المقاومة توجت بمنع قيام هذه السدود، فإذن هو في النهاية نحن بنفتكر أنه ده كان انتصار للإرادة الشعبية. نعم. والسيد حمدوك جاء أصدر هذا القرار، وهذا القرار هو قرار مهم جدا. نعم. ومقرار مهم جدا أنه يصدر قرار بإيقاف. نعم. هذا. نعم. المشروع. نعم نعم. أستاذ بركات لو تنقلت لك، يمكن كان في كثير من منظمات المجتمع المدني والأوساط في الولاية الشمالية جدا عملت عبر سنين طويلة جدا كما ذكر أستاذ محمود مناهضة لهذه السدود، وكان هناك يعني يمكن عمل جبار جدا ومقاومة حقيقية. كان هناك شهداء في أرض كجبار وقفوا سدا منيعا ضد إقامة هذه السدود حماية للأرض وحماية للتاريخ الطويل جدا لهذه المنطقة. يمكن اليوم تتوج هذه المناهضة بهذا القرار الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء، ورأيك حول هذا القرار وصداه حول في منظمات المجتمع المدني وفي الأوساط أبناء الولاية الشمالية؟ طيب، هو فعلا بالتأكيد النوبيين أو الشماليين بشكل عام، حتى لا نخصص مناهضة السدود للنوبيين، فالنوبيين أو أبناء الولاية الشمالية بشكل عام هم من تصدوا لمناهضة السدود، لأنه حتى تداعيات سد مروي في أمري وتداعيات سد الشريك كان هنالك تحالف كبير لأبناء الولاية الشمالية لمناهضة السدود. النوبيين لكن لأنه عاشوا مأساة حلفة وتجربة حلفة، وسخروا كل إمكانياتهم في العمل النقابي وفي العمل الشعبي لمناهضة سدي دال وكجبال منذ العام 95 عندما أعلن بناء سد كجبار أو إنشاء سد كجبار. اتحد النوبيين وشكلوا لجان شعبية، اللجنة العليا، اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار، ثم اللجنة الشعبية للتنمية ومناهضة سد دال، ثم اللجنة الشبابية لمناهضة سدين من الأبناء النوبيين في الجامعات والمعاهد العليا، ثم لجان في الخرطوم فروع للجنة دال وكجبار، وخلقوا مظلة لكل تلك اللجان عبر اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود، ظل يعمل في تناغم، وحصل تماسك وحشد كبير للنوبيين، وتوج نضالهم اليوم بقرار حمدوك اللي هو كان عنده تعبير ضمني عندما أصدر القرار أمام النصب التذكاري لشهداء كيدنتكار، والنصب هو نفسه كانت إرادة شعبية رغم رفض الحكومة السابقة ومحاولتها لإزالة النصب أو رفضها لإقامة النصب ومحاولات تكسيره أكثر من مرة. حضر حمدوك للولاية الشمالية ووقف أمام النصب محييا شهداء كيدنتكار، شهداء الأرض،
وتوج نضالات الولاية الشمالية والشعب النوبي بإلغاء هذا القرار الذي خصص لتدمير المنطقة النوبية. وبالمناسبة عشان حتى لا نتجنى على 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 إنه النوبيين كانوا مستهدفين فقط بإقامة السدود، منذ بداية الإنقاذ في 89 من أوائل القرارات اللي اتخذت الحكومة كانت إيقاف الملاحة بين مصر والسودان، وده دمر حلفة وحصل فيها إشكالات كبيرة. بعدها على طول كان القرار بتاع إيقاف مشروع الجامبيا، اللي هو جامبيا كانت المنطقة تنتشر فيها الملاريا، تنتشر فيها البلهارسيا. منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مصر كانت تنظم حملة لمكافحة الجامبيا. على طول السنين كنا معروفين إنه بيوزعوا لنا الأدوية وكذا. بعدها على طول كان قرار إلغاء اتحاد نوباتيا، اتحاد المحس، اتحاد حلفة، شركة كرمة الكبرى، ودي كانت شرايين الحياة، بتمثل شرايين الحياة في الولاية الشمالية أو في منطقة النوبة. فتم تدمير المنطقة. بعدها لاحقتها العديد من القرارات التي كانت تؤكد إنه الحكومة تريد أن كما كانت سياساتها في الغرب بتغيير التركيبة السكانية وتمليك إثنيات محددة للأرض والحواكير، كانت تسعى في الولاية الشمالية لتفريغ المنطقة حتى تستفيد من الأراضي الزراعية الشاسعة والأراضي المروية. وبالفعل هي منحت العديد من الشركات الأجنبية يعني مساحات ضخمة من الأراضي. والحمد لله إنه حمدوك في خلال اجتماع مع حكومة الولاية الشمالية أشار لضرورة إعادة تقييم استثمارات الأراضي في الولاية كلها، وده ملف كبير ومهم. يمكن نرجع لحتة الأراضي تحديدا، والقرار السابق اللي كان صادر من الحكومة السابقة بمصادرة الأراضي نجيه في محور آخر. أستاذ محمود، يعني ظل مواطن الولاية الشمالية يعاني معاناة كبيرة جدا في السنين الأخيرة من التعدين، خصوصا التعدين العشوائي في المناطق، وتضرر الأهالي والمواطنين من هذا التعدين الغير ممنهج التي كانت يعني يمكن على مرأة من النظام البائد في السابق. الآن دكتور عبد الله حمدوك يتحدث عن أن هناك استراتيجية معينة سوف تكون لهذا التعدين العشوائي، وتحدث أيضا لاحقا عن أن هناك سيكون مؤتمر قومي للتعدين سنأتي إليه لاحقا، لكن تحديدا الضرر الذي لحق بالمواطنين من هذا التعدين وفي الفترة السابقة وقرار حمدوك باستراتيجية جديدة للتعدين في الشمالية. طيب أنا بفتكر أنه موضوع التعدين هو موضوع شائك جدا في الولاية الشمالية. نعم. إذا رجعنا إلى زيارة حمدوك وقراره بإيقاف السدود، أنا بفتكر إن النوبيين استطاعوا بإرادتهم القوية إنهم يوقفوا مشروع السدود. في الفترة الحالية أكثر قضية كانت يعني تغلق النوبيين كان هي قضية التعدين العشوائي، لما لهذه المشكلة من آثارات كثيرة جداً ممكن تؤثر في المنطقة في الإنسان وفي البيئة. فكان الأولى منه حمدوك برضو يتخذ قرار إيقاف هذا التعدين في المنطقة باعتبار أنه أو يتم تنظيم عملية التعدين باعتبار أنه يكون في تعدين بالطرق والمعايير القانونية اللي ممكن الناس يقوموا بالتعدين. إلا أنه حتى أنه زيارة حمدوك إلى المصنع التركي أو المصنع التعدين التركي في أبو صارة، ده كان فيه يعني كان فيه شك في هذه الزيارة والناس بقوا يتحدثوا عن إنه لماذا في هذا التوقيت ممكن يكون في استثمار آخر، في هل هنالك فكرة للحكومة بأن تجيب شركات تانية للاستثمار في المنطقة ولا في الحتة دي. أيضا كانت هناك زيارة للسوق دلقو أيضا اللي هو معروف جدا إن هناك عدد كبير من المعدنين موجودين هناك وبيعملوا في التعدين العشوائي. نعم، حتى إنه يعني الزيارة رغم إنه هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لحكومة المركز للولاية، برضو هنالك إرهاصات في إنه لماذا هذه الزيارة؟ هل هنالك اتجاه لإدخال شركات استثمارية في المنطقة؟ هل في فكرة إنه في مستثمرين يدخلوا في المنطقة في التعدين وفي كده؟ حتى بالإضافة لهذه القضية إنه النوبيين في ذاتهم بيفكروا في إقامة شركات تعدين، ودي مشكلة كبيرة بالمناسبة. إنه في فكرة من بعض النوبيين لإقامة شركة للتعدين، والناس دفعوا أسهم وبدوا في تكوين هذه الشركة.
فما يمكن الآلية دي أو الطريقة إقامة أبناء المنطقة بأنفسهم لتكوين شركة للعمل في التعدين يمكن باستراتيجية معينة أو بطريقة ممنهجة بحيث إنه يكون يبعد الضرر البيئي عن المواطنين. ما هو أستاذ عاصم هو ما ممكن نحن بنتجه في إنه نحن نوقف التعدين أو نمنع الآخرين من التعدين، ونحن كنوبيين برضه نتجه للتعدين باعتبار إنه التعدين حيتم فيه استخدام المواد المحظورة اللي هو السيانيد والزئبق، وهذه المواد هي مواد ضارة وممنوعة، هذه المواد تم منعها عالميا يعني محظورة عالميا. فاعتبار انه نحن كنوبيين بنتجه لانه نحن نعمل شركات للتعدين باستخدام هذه المواد والضرر بابناء الولاية، هو في المناسبة عملية غير موفقة، وبيعتبر انه نحن ما ممكن نمنع جهات ونحن في كنوبيين نتجه لهذا الاتجاه. أستاذ بركات، يمكن أيضا واحدة من الحاجات في نفس الجانب إطار التعدين العشوائي اللي أشار لها دكتور عبد الله حمدوك هو إقامة استراتيجية بديلة للعمل لتنظيم عملية التعدين كمرحلة أولى. أيضا تحدث عن مؤتمر قومي للتعدين في السودان، برأيك المؤتمر القومي للتعدين هل ممكن يحدث تغيير في الآلية الآن بيعمل فيها المواطنين خلينا نسميها، لأن التعدين اللي قاعد يحصل في المنطقة الآن هو تعدين خاص بالمواطنين بشكل عشوائي جدا، هل ممكن ينظم حركة التعدين في الولاية؟ بالفعل التعدين طبعا واحدة من الإشكالات الكبيرة اللي بتهدد البيئة والحياة ومستقبل الأجيال في الولاية الشمالية، لأنه منذ أن بدأ التعدين إلى الآن ظل التعدين العشوائي هو المسيطر. والأخطر من كده بالمناسبة خطورة التعدين في الولاية الشمالية إنه الولاية الشمالية في مساحتها الضيقة دي فيها أكثر من 15 مصنع يعمل على الكرتة، وكلها طبعا لتوفر المياه في الولاية الشمالية اللي هو النيل، وكلها مقامة من حلفة حتى نصل مناطق غربي طنجلة، كلها أبعد مصنع عن النيل يبعد حوالي 3 كيلو متر عن النيل، وتستخدم المصانع دي طبعا بتستخدم الكرتة اللي هو المخلفات بتاعت التعدين الأهلي. التعدين الأهلي بيستخدم الزئبق في استخلاص ما نسبته حوالي 30% من الذهب من الـ من الـ من الـ الكميات الصخور اللي بيجيبوها. بعدين المصانع بتاخذ الكميه دي بتستخدم السيانيد وبتستخلص ما 95%، ويتم استجلاب الكرتة من كل انحاء السودان في الولايه، وده بيعمل تغيير في تركيبة التربة وبالتالي في البيئة وفي الطبيعة. مؤتمر التعدين أعتقد أنه واحدة من الحلول الموضوعية، لأنه في النهاية نحن ما ممكن نوقف التعدين بشكل كامل، التعدين في جميع دول العالم الناس بتعدين في الذهب وشغالين وكذا، لكن بيشتغلوا بأسس وطرق سليمة تحافظ على البيئة وتحافظ على الحياة. يعني ما ممكن، أنا في تعبير عجبني في كلام حمدوك في اجتماعه، قال لما نزار سوق 625 في دولجو، قال أنا شفته وحتى هو في اجتماع مع الحكومة بحضور الوالية تكلم عن إنه شفته المنطقة كلها حفر وجبال ووديان وتغيرت البيئة بكامل شكلها، بالتالي هو انتبه لخطورة لذلك أنا في بداية حديثي قلت إنه حمدوك يتكلم بلغة أبناء الشمال، بلغة العارف المواطن مواطن المنطقة. نعم. فده نتيجة لده، هو قرر طبعا المؤتمرات المتخصصة هي أنسب الوسائل لمعالجة أي مشكلة بشكل عام، لأنه تشرك الجانب الرسمي المتخصص وتشرك الجانب الشعبي وتطلع برؤية محددة. لكن الحكومة دي منذ أن أتت منذ الثورة الحقيقة يعني اقترحت العديد من المؤتمرات للعديد من المشاكل، لكن إلى الآن لم نرى غير مؤتمر اقتصادي كان شابه الكثير من الإشكالات. إلى الآن مؤتمر الشرقي لم يعقد، مؤتمرات الحكم المحلي لم يعقد، الكثير من المؤتمرات. فالمؤتمرات بقت قضية المؤتمرات بقت أشبه بالمثل اللي يقول لك لو درتكتوا القضية اعمل لها لجنة. فالمؤتمرات بقت عاملة كده، لكن أنا أعتقد أنه آن الأوان اليوم في الولاية الشمالية في جامعة ضخمة، جامعة الضنجلة، فيها كلية آثار وفيها كلية تعدين متخصصة، لماذا لا تتبنى الكلية بعمل مسوحات ودراسات وتقف على الواقع وتقدم مقترحات
وتتبناها الحكومة عاجلا إلى حين عقد مؤتمر بشكل عام يضع حل القضية. نعم، تكون هناك أوراق جاهزة قبل المؤتمر. نعم، وتكون هناك دراسات موجودة لكي تسهل عملية المؤتمر، وبإمكان أبناء الولاية الشمالية نفسهم يقودوا مؤتمر خاص للولاية الشمالية للتعدين، وهم قادرين على ذلك لتجربتهم الطويلة جدا في العمل العام والوجود كفاءات وكوادر في هذا الجانب أيضا. أستاذ محمود، لو تنقلنا لك وتنقلنا لمحور مختلف تماما، إذا ما عندك إضافة في قصة التعدين، حرائق النخيل في الولاية الشمالية، يمكن طوال السنين القريبة الماضية ظلت الولاية الشمالية تعاني من حوادث لحريق مساحات واسعة جدا من النخيل في عدد كبير جدا من القرى في الولاية، مما أثر كثير جدا على المحصول الزراعي في الولاية. نعلم جيدا أن المحصول النخيل، وفرة النخيل الموجودة في الولاية الشمالية لا توجد في أي منطقة أخرى في السودان، لأنه في أعداد كبيرة جدا هناك استهداف لهذه النخيل في الولاية الشمالية، ولكن للأسف لا توجد معلومات، بحيث أنه دائما هذه الحوادث لا يتم معرفة من هو المتسبب فيها، ولا يتم يمكن حتى إخمادها. الآليات اللي موجودة في الولاية إمكانيات ضعيفة جدا لإخمادها أو لتقليل الضرر حول هذه الحرائق. يمكن الملف ده ما تنوقش بشكل عام أو ما طلع في وسائل الإعلام في زيارة حمدوك، لكن هي قضية مهمة جدا وظلت تؤرق أبناء الولاية الشمالية. طيب، أنا بفتكر إنه هذه القضية عندها محاور كثيرة. إذا نحن تجاوزنا في إنه نتهم جهة ما في إنها هي اللي بتقوم بعملية الحرائق، إلا إنه هجرة سكان المنطقة ونزوحهم من المنطقة ده له أثر كبير جدا في ليه، لأنه حصل إهمال في نظافة أشجار النخيل. ليه؟ لأنه معظم الناس اللي كانوا موجودين في المنطقة نزحوا وهاجروا لعدم وجود الإمكانيات أو مقومات الحياة في المنطقة، دي واحدة من الأسباب. فالحكومة نحن الليلة بنطالب بأنه الحكومة تخطط لقيام خدمات كاملة في المنطقة لعودة النازحين. وده برضو برجعنا لمحور هو العودة الطوعية للمهجرين من وادي حلفة. ده ممكن نحن نرجع له في محور لحاله. بالإضافة لهذا، بأنه بفتكر أنه المنطقة تفتقر إلى مراكز الإطفاء وإمكانيات الإطفاء السريع في شنو في المنطقة. يعني مفروض في كل المحليات في المنطقة يكون في مراكز إطفاء، باعتبار أنه هذه المنطقة هي منطقة فيها أشجار نخيل، فيها زراعة، فيها حوادث متكررة، فيها حوادث كثيرة تكررت. وممكن تحدث حوادث مثل الحرائق دي، فمفروض يكون في مراكز للإطفاء في كل المحليات في الولاية. باعتبار أنه إذا حصل أي حريق أنه السيارات دي تكون جاهزة وتكون قريبة. دي واحدة من الحاجات. فإذا نحن بنشوف أنه هجرة أو نزوح السكان من المنطقة وعدم اهتمام الناس الموجودين بنظافة أشجار النخيل، وربما زي ما الناس بتكلم هنالك في عيادي تعبز بجنوب بالنخيل وهي تسبب في الحياة. أنت تحدثت أيضا عن جانب مهم أستاذ محمود، اللي هي هجرة أبناء الولاية الشمالية إلى خارج الولاية. يمكن من قديم الزمان عرف أبناء الولاية الشمالية بأنهم يعني أول حاجة بدوا الاغتراب من بدري جدا، وتواجدوا يمكن في مناطق الخليج وفي مصر من فترات بعيدة جدا تفوق 50 عام، أيضا في النزوح للخرطوم. أيضا عدم تواجد، يعني مثلا مفترض يكون في حاجات جاذبة تجذب أبناء الولاية الشمالية للعودة للاستقرار، مشاريع زراعية كبيرة، أعمال تنموية كما تحدثت أيضا تقام من الحكومة لعودة هؤلاء خلينا نسميها الطيور المهاجرة. وتنقلت لك أستاذ بركات في نفس الإطار قضايا حريق النخيل تكررت كثيرا، تكرر هذا المشهد يعني يمكن كثير جدا، لكن إلى الآن لا توجد أي حلول لهذه القضية الهامة جدا. نعم، هو طبعا إضافة لكلام محمود لهجرة الناس ثم استخدام الناس لبدائل طاقة أخرى. في فترة ما كان يستخدم جريد والسعف وكل منتجات النخيل يستخدم في دي، واحدة من الأسباب. لكن وفقا لتجربة وتحقيق استقصائي أنجزه كان المرحوم عمر حلاق وحمد النيل ومجموعة من المهتمين بالقضايا النوبية، وعلى أساسه كان أنتج فيلم اللي هو حريق الروح.
تم التأكد من أن هنالك كثير من حرائق النخيل تمت بفعل فاعل ووفقا لاستراتيجية محددة تحديدا في منطقة صاي ومنطقة صواردة والمناطق التي تشتهر بأنواع نخيل جيدة إضافة إلى الكثافة اللي فيها كثافة. ودي كانت واحدة من الخطط اللي بيقوم بها النظام السابق لتقليل تكلفة إنشاء سدال وكجبار في التعويضات وكذا. لكن رغم ذلك رغم وجود ذلك الكثير من الحرائق تمت بسبب إهمال نظافة النخيل والهجرة وعدم وجود وعدم الاستفادة من المنتجات النخيل الأخرى يعني. إضافة لأنه النخل نفسها النخل نفسه في طوال 30 سنة الفاتت في ظل نظام الإنقاذ أصبحت غير ذات جدوى يعني. التمر الناس في الشمالية ظلوا على امتداد تاريخهم يعتمدوا بشكل أساسي على النخلة، لذلك كانوا يتعاملوا معها كأنها طفل عندهم، حتى إنه يعني قطع النخلة كأنك قتلت جريمة. وجريمة. لكن مؤخرا اقتصاديا أصبحت غير ذات جدوى لأنه في موسم الإنتاج كان بعد إيقاف الاتحادات والشركات اللي كانت بتمول النوبيين وبتسوق البلح على امتداد السودان لغاية جنوب السودان وكذا، دي كلها أنهيت فأصبح الأمر في التجار. نعم. في الموسم السعر بيقل أقل والناس محتاجة يعني تبيع، لأنه طوالي بعد موسم النخيل بيكون الموسم الشتوي وغيره دارين يصرف على الموسم الشتوي، فالناس كانت بتبيع بأقل الأسعار ويستفيد التاجر، فبالتالي النخلة اقتصاديا كانت أصبحت غير مجدية. دي واحدة من الأسباب اللي خلت الناس ما تهتم بالنخلة في الفترة الأخيرة، وحتى ده ظاهر في اتجاه أغلب المزارعين في الولاية الشمالية لزراعة الموالح المانجا، يعني تركوا النخيل واتجهوا للموالح، ودي بقت الزراعة. جميل. يمكن نجي لحتة الزراعة دي برضو بجانب، لأنه جانب مهم جدا للولاية الشمالية. أستاذ محمود تحدثت عن أنه كثير من أبناء الولاية يمكن اقتربوا عن الولاية سواء في الخرطوم في المركز أو إلى خارج السودان، لكن ظلت الولاية تعاني كما ذكرت من شح الإمكانيات ومن عدم توفر الخدمات، وأن هناك أيضا هناك تهميش للولاية الشمالية كبير جدا من ناحية الخدمات، لكن ظل هؤلاء المغتربين سواء هنا في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج دائما يدهم ممدودة لمناطقهم من خلال الجمعيات والروابط، وعملوا كثيرا كما نعلم في إدخال المياه والكهرباء والبنية الحياة الأساسية حتى كصيانة مدارس وفي كل قرى المناطق النوبية في الولاية الشمالية. أيضا من داخل الخرطوم أيضا هناك روابط وجمعيات لهذه المناطق في الولاية الشمالية كلها قدمت الخدمات. أما آن الوقت الآن لأن تكون الحكومة تلعب دورها الأساسي وهي تعمل على يعني توفير هذه الخدمات وإقامة هذه الخدمات التنموية داخل الولاية الشمالية بدلا عن العون الذاتي الذي دائما ما يعني يمكن يكون دائما ما يكون مكتمل. صحيح نشكر هذه الجهود الكبيرة التي تمت عبر الأهالي، لكن الدور الحكومي مفقود. نعم دي حقيقة. نعم. وبفتكر إنه كما ذكرت إنه المغتربين أو المهاجرين النوبيين كان عندهم دور كبير جدا في تنمية مناطقهم ودعم المشاريع القائمة في المناطق. نعم. وفي الغرف. نعم. ده باعتبار إنه الناس النوبيين المغتربين أسرهم كانت موجودة في المناطق في الوقت ذاك، الأسر موجودة. نعم. فكانوا بيدعموا في بناء المدارس المراكز الصحية المستشفيات. نعم. لكن في الفترة الأخيرة انعدمت كل الخدمات الصحية والتعليمية، يعني بالإضافة لدعم الحكومة كان المغتربين هم بيدعموا. نعم. وبيقيموا المشاريع ده. الحكومة رفعت يدها عن عن الدعم في المنطقة في 30 سنة الماضية، فالمغتربين ما قدروا. وطبعا حتى إنه في دول الاغتراب. نعم. حتى الظروف هي ما هي نفس الظروف. نعم. السابقة. نعم. فبقى في شح في عملية الدعم للخدمات، لذا اضطر الناس لأنهم ينزحوا. نعم. إلى أطراف المدن، فبقت المناطق هناك خالية من السكان أو شبه خالية. نعم. هنا نحن بنطالب إنه الحكومة تتدخل، حاليا حكومة السورية تتدخل في إنها تقيم. نعم. مشاريع خدمية في المنطقة. نعم. على أساس إنه الناس يرجعوا لمناطقهم
هذا الجانب. بالإضافة لهذا نحن أنا بفتكر إنه عودة المهجرين النوبيين دي مهمة جدا بالمناسبة في المنطقة. يعني نحن بنطالب إنه هذه الحكومة الدستور الانتقالي أو الدستور الدائر القادم في السودان يتم إضافة بند بجنو بحق العودة للمهجرين زي ما حصل للنوبيين المصريين، وتم الإغرار في الدستور المصري بجنو بحق عودتهم، وكذلك النوبيين. ليه؟ لأنه بنلقى في مساحات شاسعة جدا في الشمالية خالية من السكان. وجود السكان نعم، وايضا تهجير النوبيين الى منطقه يمكن بعيده عن منطقه خشم القربه باعتبار ان الجغرافيا مختلفه، الطبيعه مختلفه، الحياه كثيره جدا مختلفه. حتى الان من عام 1900 يمكن 64 حتى الان لم يستطيعوا التلاؤم مع هذه البيئه الجديده عليهم. ايوه، لذا نحن بنطالب ان الحكومه تحاول في اعاده المهجرين والنازحين من المناطق دي بجنوب بانها هي توطن شنو الخدمات في المنطقه. نعم، وتقييم مشاريع استثمارية في المنطقة على أساس الناس يقدر يعيشوا في المنطقة. نعم، في نفس إضافة بسيطة. نعم، معلش بالمناسبة يعني واحدة من أكبر إشكاليات الولاية الشمالية الآن يعني المهددات بتاعتها اللي هو ضعف الكثافة السكانية. ضعف الكثافة السكانية دائما بتجعل نحن من الشمال في كثافة سكانية عالية، وبالتأكيد في المستقبل بيبحثوا عن مناطق لتنفيس عدد السكان. وفي مناطق أخرى برضو في لو كان في أثيوبيا ولا في دول الجوار، كثير من دول الجوار تعاني من كثافة سكانية عالية. المنطقة النوبية تحديدا الولاية الشمالية بشكل عام مهددة يعني سكانيا، وحل المشكلة دي بيعتمد على إنه الحكومة لازم تجتهد في إقامة مشاريع لإعادة المهجرين النوبيين اللي هو تحديدا أبناء حلفة في مناطق حلفة وفي السهل النوبي. نعم، والحوض النوبي، وإعادة النوبيين نفسهم اللي هم لقساوة الحياة وعدم توفر معينات الحياة هاجروا لأطراف العاصمة في الحي يوسف والكلاكلات وعمروا هناك وبنوا وكذا. لأنه يعني تجربة بسيطة، أنا عملت دراسة صغيرة كذا، واحد من المزارعين في حواشة 10 فدان في الولاية الشمالية يعني عملت معه تكاليفه في خلال 10 سنوات صرف ما يعادل 800,000 ريال في 10 فدان، وللآن لم تنتج. يعني اتخيل إنه في 10 فدان فقط واحد على مدار 10 سنوات، ده دليل على إنه هو حريص. يعني المبلغ ده لو كان استثمره في القضارف أو في الزراعة المطرية أو في الخرطوم كان اليوم أصبح يمتلك آليات وزراعة وإنتاج ضخم. لكن إنسان بهذا القدر من الارتباط بالأرض من حق الحكومة إنه تعمل له مشاريع عشان يرجع للمنطقة ويعيد ويستثمر وتبقى منتجة وقابلة للحياة. نعم، يمكن كان طرحي. تفضل أستاذ محمود. بالإضافة للحتة دي في خلو المنطقة من السكان. نعم، برضو في مشكلة كبيرة ظهرت في المنطقة اللي هو في عملية تقسيم الحدود. نعم، في ولايات تانية حاولت انها تستقطع جزء من الولايه باعتبار انها هي اللي يقولوا المناطق دي خاليه. نعم، يعني حصلت اشكاليات. حتى ولايه نهر النيل. نعم، اللي نحن بنعتبرها انها هي اصلا المفروض تكون ولايه واحده. نعم، الشماليه ونهر. نعم، النيل الان يمكن استقطعت جزء من الولايه الشماليه. نعم، وهذا ما سيحصل يمكن في الحكم الاقليمي باعتبار انه سيصبح اقليم الشمال موحد. يمكن الوقت بضايقنا استاذ بركات، كان سؤالي لك في الاستثمار وانت يمكن تحدثت عنه في مداخلتك السابقة. نأخذ الجانب الاستثماري في الولاية مستقبله باعتبار أنه هناك إمكانيات كبيرة جدا للاستثمار في الولاية الشمالية. أيضا جانب مهم جدا إذا ما اتفقنا عليه هو جانب السياحة في الولاية الشمالية. نعلم جيدا أن هناك أثار كثيرة جدا في الولاية الشمالية، حضارة امتدت إلى 7,000 سنة قبل الميلاد. عدم اهتمام الحكومة نفسها، الحكومة الحالية السابقة، الحكومات السابقة المتعاقبة جميعها بالسياحة في هذا المكان المهم جدا اللي يوجد فيه أثار كثيرة جدا. بالضبط، الولاية الشمالية طبعا من الولايات يعني تمتلك ثروات هائلة وفرص ضخمة للاستثمار، بدليل أنه عدد كبير من المشاريع الزراعية الاستثمارية أنشئت في الولاية. هي تعتبر لو كان مشروع أمطار ولا مشروع الراجحي ولا مشروع غرب الجولد، العديد من المشاريع الأقيمت تكلفتها كانت بسيطة وإنتاجها كان ضخم وما زال. فالولاية فيها بيئة مناسبة لزراعة العديد من المحاصيل، تمتلك زي ما قلت أنت يعني تمتلك مزارع ملم
بتفاصيل الزراعة وخبرة إضافة. بالمناسبة في جانب تاني مهم جدا إنه الولاية الشمالية تميزت من سنوات طويلة، يعني لو شفنا مثلا جمعية صاي في ولا صاي في مصر وانشأت عام 1919، فمنذ زمن بعيد أبناء الولاية الشمالية بل التكاتف وبل الإمكانيات الذاتية اهتموا بتعليم أبنائهم، ففي كادر متعلم ومؤهل وقادر على إدارة المشاريع الاستثمارية في الولاية. لكن الإهمال اللي ظل يضرب الولاية طوال السنوات الفاتت أبعد من كده. الحاجة الثانية المهمة اللي هو أشرت لها أنت، السياحة. نعم. واحدة من الإشكالات الضخمة الكبيرة اللي هو نهب الآثار، التعدين نفسه الأسي شغال جزء كبير منه، الناس بتكون بتعدين من غير تحديد مناطق واستكشاف إذا كان فيها آثار ولا لا، بيتم وجود إيجاد آثار كثيرة، بيتم تهريبها، في تجار آثار معروفين فاتحين محلات وموجودين في الأسواق يتاجروا في الآثار لا يسألهم أحد. موضوع السياحة ده موضوع يعني ملف ضخم لا يقل عن ملف السدود وملف التعدين ومهمل إلى الآن. وللأسف الشديد حتى متحف زي متحف حضارة كرمة الذي أقيم بمنحة من الحكومة السويسرية ومشكور البروف شارلس بوني اللي اجتهد في إقامة المتحف وانشئ فقط المتحف وجابوا بعض المقتنيات الأثرية وخدتوها وموجود في عراء بعض النجيلة. الآن يستخدم النجيلة فقط للترفيه والرحلات العائلية وكذا، لكن كان من الإمكان إنه جامعة زي جامعة الدنقلة كلية الآثار فيها أن تكون موجود في المتحف ويكون في قاعات ويكون فيها نشاط استكشافي ويكون في حماية للآثار ومتابعة لذلك. أيضا هناك عمل شعبي كبير جدا لتنشيط من الكوادر اللي أنت ذكرته والآن يجري الآن لتنشيط هذه الجامعة وتنشيط الكلية الآثار والكليات الأخرى في الجامعة. أستاذ محمود يعني يمكن تحدث أستاذ بركات كثير على الآثار ودورها، ويمكن في الولاية الشمالية غنية بهذه الحاجات. عايزين نتكلم عن الجانب ده تحديدا في لمحة بسيطة إضافة منك وبرضو مستقبل الولاية. الآن احنا عارفين الأرضية بتاعت الولاية، إمكانياتها، مقوماتها اللي تحدثنا عنها في الحلقة، مستقبل الولاية كيف ترى مستقبل الولاية؟ أنا بفتكر كما ذكر الأخ بركات إنه الولاية تزخر بإمكانيات ضخمة جدا. نعم. ليس في السياحة فقط بل في كل المجالات. نعم. لكن هناك إهمال. نعم. لا أدري إن كان متعمدا أو غير ذلك للحاجات دي. فحتى عشان السياحة دي تمشي لقدام مفروض يتم إيقاف التعدين. نعم. ليه؟ لأنه المعدنين بيقوا حتى إنهم إيه بالإضافة لأثرهم في البيئة بيقوا يأثروا حتى في الإيه في الآثارات. نعم. يعني بيقوا يحفروا حتى في مناطق أثرية. نعم. بيقى في سرقة للآثارات دي كلها من شنو؟ من آثار التعدين العشوائي. نعم. لذا أنا بشوف إنه الحكومة يجب أن توقف هذه الجريمة. نعم. جريمة التعدين العشوائي. نعم. بعد ذلك أنا بفتكر إنه الولاية الشمالية إذا تم الاهتمام الشعبي والرسمي. نعم. لإقامة متاحف. نعم. لإقامة مجمعات سياحية. نعم. ستكون إنه الولاية دي حتكون فيها دخل ما عادي، ويمكن أن تتطور هذه الولاية عن طريق السياحة إذا تركنا كل الحاجات الثانية. نعم. نعم. فدي يعني أنا بفتكر أيضا أراضي شاسعة للزراعة متوفر فيها، ومحتاجين برضو لإدارة للمشاريع الزراعية بشكل يمكن متقدم أكثر من ذلك، وأيضا توفير كما ذكرت أستاذ بركات البيئة المناسبة لعودة أبناء الولاية إلى الولاية. الأستاذ محمود محمد خليل شكرا لك كثير جدا، كنت ضيف معنا الليلة عبر حلقتنا مع الحدث متحدثا عبر زيارة دكتور حمدوك للولاية الشمالية. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ عاصم، وشكرا للغناء، وشكرا للمشاهدين. أيضا شكر يمتد للصحفي والمحلل السياسي بركات النجار، شكرا لك لتواجدك معنا الليلة. شكرا لك أستاذ عاصم، وشكرا للتيم العامل، ونتمنى أخيرا أنه حمدوك يصدر القرار الشفهي، يصدر عملي، حتى لا يأتي الكباشي ويقول إنه حق من لا يملك لمن لا يستحق. بإذن الله. أيضا مشاهدين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.